احنا كنا بغينا الوداد تربح، ولكن هناك بعض الاخطاء اللي درسها الوداد. واش غنقول لك، احنا مرضين على هاد الهزيمه هذه. بغينا الوداد تمثل المغرب، وبغينا الوداد تكون هي بطله وتمثل المغاربه كاملين، ولكن لسوء الحظ ما عندنا ما نديرو. وان شاء الله بحول الله، كما كنقول من الاخطاء يتعلم الانسان. اللعابه ياخذوا ان شاء الله بعض، عفوا، ياخذوا ان شاء الله اللعابه بعض النصائح ديال المدرب، وياخذوا كذلك بعض نقاط الضعف ديالهم الى غير ذلك ان شاء الله. والحمد لله احنا بكل روح الرياضيه قابلين على هذه الهزيمه هذه. غير احنا ان شاء الله مره اخرى ما نبغوش هذه الغلطه هذه تعاود ان شاء الله. والحمد لله، كما كنقول الحمد لله على كل حال. وديما ديما وداد، وكنهني الوداد وبكل الطاقم التقني ديالها من الكبير حتى للصغير. وكما قلت لكم الحمد لله على كل حال. المهم الخطا ما يبقاش يتعاود، وصافي ان شاء الله بحول الله. ولكن اش غنقول لك اخويا، الوداد حقيقه البارح كانت شويه عيانه، ما كانش في المستوى ديالها. ما نعرف كاين شي حاجه تماك، على ما سكتشو مع الجمهور. ما نعرف واش نقول لك، الوداد ماشي في المستوى ديالها، تزيد له قدام ما بغيناش باش. ولكن لما تنشوفوا البارح كانت شويه عيانه، هادشي الدراري ما لعب والو، وسميتو الهزيمه كتقدمها سميتو المدرب هو اللي غيتحمل المسؤوليه. ماشي شي هزيمه بروجو، حيت حنا ما كانش عندنا لا ديفونس مزيانه. اول حاجه ما ان شاء الله في الروتور يكونوا الدراري نجيبوا الفيكتوار من معسر ان شاء الله.